باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، أمين. يقول الكتاب: ما أعجب أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. من عرف فكر الله ومن صار له مشيرا؟ يصعب للإنسان أن يدرك الحكمة الإلهية، ولكننا نثق كل الثقة أنه صانع الخيرات، وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. خلق الإنسان وما خدعناش، هو خلقنا وهو الضابط الكل، وقال لنا إن هيكون في ضيقات في العالم وألام، دي لابد أن تكون، لكن وعد قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ممكن يسمح بالألم، ولكنه لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. يظل هو الضابط الكل، يعمل ما فيه لخير أولاده بحكمته الإلهية. ممكن إحنا بنتأثر ونتألم قليلاً، لكن لما نفكر بعمق نلاقي إن كل اللي بيتم بيبقى لصالح الكل. الموت باقي، المسيح فدانا، لكن سيظل الموت نعاني منه إلى أن تأتي القيامة والكل يقوم ونلتقي مرة أخرى. عشان كده الكتاب يقول آخر عدو يبطل هو الموت، ولكن قيامة المسيح قوية. هو قام، فقيامته بنحطها قدامنا دايماً، فبتدينا رجاء في القيامة، إنه بعد الموت قيامة وسنلتقي بأحبائنا مرة أخرى. وربما من حكمة كنيستنا الأرثوذكسية أن رتبت أن يكون هناك تذكار الثالث يصلى في الكنيسة القداس، وبعدين بيتصلى في منزل المنتقل صلاة تعطي رجاء وتعزية. ونتذكر إن في اليوم الثالث قام، وإنه لما قام صار بكورة للراقدين. المسيح قام، قبره فارغ، قيامته مبرهنة، ويمكن سمح بحكمته الإلهية إن برهان القيامة يظل حي. فقبره فارغ، يبزغ منه النور كل عام، يشهد بقيامته. فلما نحط قيامة المسيح قدامنا نتعزى وندرك أننا سنقوم ونلتقي مرة أخرى في المجد. إحنا يعز علينا طبعاً فراق أبنائنا وأعزائنا بهذا العدد الكبير، وإن كان الظروف اللي انتقلوا فيها كانت قاسية، إلا أنها معزية. فهؤلاء الأبناء الأحباء
انتقلوا في قلب الكنيسة وهم يصلون القداس الإلهي، وده بالنسبة لنا أقدس الأوقات. نصلي ونقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، فبنعيش السماء على الأرض في لحظات حضور القداس. شاء ربنا وسمح إنه هم مستعدين. انتوا عارفين طبعا في عقيدتنا وطقسنا ان لا يحضر احد القداس ويتقدم الى الاسرار الالهية الا الذي يكون مستعد روحا وجسدا ويكون منقي قلبه عشان يستحق للتناول من الاسرار الالهية. فهؤلاء الابناء الاحباء ربنا بحنانه أخذهم في أفضل وأسعد لحظة يكونوا هم مستعدين فيها أن يتحدوا بي، فشاء أن يأخذهم للسماء مرة واحدة. فبدل ما يقولوا نحسب كالقيام في السماء فصاروا قياما في السماء بالفعل. المجموعة اللي انتقلت، أما هقول لكم أسمائهم نشوف قد إيه فعلا متنقيين. فيهم أسر بالكامل، أطفال وكبار وجدود كمان، معناته إنها أسرة مباركة. يقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أحبائنا اللي انتقلوا كانوا برفقة ويقودهم في الصلاة أبونا الحبيب عبد المسيح بخيت، وكان بلبس الخدمة. انطلق وهو في خدمة ربنا، ومش أي خدمة، في الكهنوت بيبقى الإنسان بينال نعمة الخدمة إنه يخدم ربنا، سواء الخدمة الرعوية للشعب وخدمة الأسرار. أقدس خدمة هي خدمة الأسرار. وانطلق هو والشعب اللي بيخدمه عشان يروح له بالثمار بتاعته. دول ولادك يا رب اللي خدمتهم وسعيت انهم يجوا بيتك ويكونوا قريبين منك. فرغم قسوة هذه الظروف الا اننا بنتعز، ما بنكونش أنانيين، بنشوف اللي في صالحهم هم إيه وخيرهم إيه، فتبرد قلوبنا، قلوبنا بتبرد أما نعرف إن هم في وضع يؤهلهم أن يكون يرثوا ملكوت السماوات. أحبائنا اللي انتقلوا طبعا أبونا عبد المسيح بخيت ومعاه مرتل الكنيسة اللي بيعيش حياة التسبيح وباللي يعلم الشعب والمؤمنين والأطفال كيف يسبحون الله. فمات وهو يسبح ويصلي، انطلق إلى السماء. المرتل روماني عزت، في أطفال شممسة، كيرلو الصابر، بشوي صابر،
وفي فادي إدوار وأخته ميري إدوار وجمانة إدوار وإيريني رفعت وفلوباتير رفعت. يعني تلاحظوا من الأسماء الأسرة كلها راحت مع بعض. إيريني وفلوباتير دول إخوات، أمهم ميري نعيم، يعني الأم راحت بأطفالها في مارتشيا ولا مارتشيا سامح طفلة، وأم الطفلة مارينا موسى. في رجل بسط عبيد وعبد الملاك حنة، سيدة اسمها رندا لمعي وأرزاق عبده، ورجل اسمه داود فرج. في زوجين راحوا الكنيسة يعبدوا ربنا مع بعض، عادل عجيب ونادية سعيد. في ثلاث أطفال إخوات، مهرائيل باسم، يوسف باسم، فلوباتير باسم. في مينا صالح وكورولوس نور، دول في ثانوي، يعتبروا أطفال برضو شمامسة، ونوال صليب سيدة، زكريا منير، سامية فايق، شانودي دندش، وده جد كبير. في زوجين تاني، نادية فايق ونادية فايز. في ولد وأخته في إعدادي، الولد شماس راح هو وأخته مينا أشرف وإلارية أشرف. في دميانة زكريا طفلة، فرق كمال رجل، كيرلس رامي طفل صغير. في أسرة يعني راحت بالكامل الحقيقة، ثلاث أطفال إخوات، ولدين توأم، بنتين توأم، وطفل أخوهم برسنية تامر ومريم تامر وأخوهم إبرقام تامر. راحوا هما وأمهم، إيريني عاطف، ودول جوزها وأبو الأطفال كان سبقهم قبليهم بشوية، حوالي سنة أو سنتين. إيريني دي أم الأطفال، راحت هي وأختها وأمها، إيريني عاطف، مارينا عاطف، وأختها شابة مخطوبة، لسه شابة صغيرة ما اتجوزتش. وجدتهم اسمها ماجدة، أم الأم والخالة دهيت للأطفال. يعني راح بالإجمال أبونا ومعاه 20 طفل، معظمهم شمامسة وأطفال بنات صغيرين، 18 في سن صغير، ولدين في سن ثانوي كانوا شمامسة، 9 رجال معاهم مرتل الكنيسة، و9 سيدات انطلقوا إلى السماء كلهم في أقدس الأحوال. أما انطلقوا ما
ما انطلقوش في الكنيسة وبس وفي أثناء القداس وبس، لا ده في صوم الست العذراء، والعذراء معروفة بالحنان. ترتيبات الجنازة والتالت بتتم في ظروف غير عادية طبعا. انتوا عارفين بتبقى الدنيا نروح فين والمكان المناسب ايه، لكن دون أن نقصد بعد ما ترتب كل حاجة فوجئت في اسم تاني، في واحد من هذه الكنيسة أيضا انتقل، فرج كمال فرج، وده من شعب الكنيسة هنا وكان هناك. بعد ما رتبنا بدون قصد لاحظت الآتي، أن كل الكنائس اللي تم فيها الصلاة على المنتقلين والكنيسة اللي هنا اللي فيها قداس الثالث كلها على اسم ست العذراء. فهي الأم الحنونة وكأنها بتعزينا كلنا، تقولنا انتوا زعلانين ليه، دول كلهم في حضني. بتقدمهم لابنها ثمار صالحة، فدي حاجات الحياة بتعزينا وتفرحنا وبتذكرنا ان نكون مستعدين. في كل وقت ففي وسط الضيقات ربنا بيرتب امور تعزي وتفرح وتبرد. عشان كده ربنا بيوصينا يقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، لان المشاركة بتهون الواحد لما يشعر ان غيره بيشاركه بيهدأ. وفي الحقيقة بصورة غير مسبوقة بهذه الصورة، يعني بهذه الدرجة، انتقال أحبائنا دول هقول لكم العالم كله يشاركنا هذه المشاعر ويتقدمهم شعب مصر كله كل دياناته كل أطيافه كبار وصغار مسلمين مسيحيين من كل الأطياف، في اهتمام كبير ومشاركة وجدانية حقيقية، مش مجرد ناس بتأدي واجب
أو بتشوف شغلها أو مجاملة رسمية، لا، شعرنا بمشاركة صادقة حقيقية من كل أجهزة الدولة. أول رئيس الجمهورية اللي من اللحظة الأولى اتصل بقداسة البابا بتأثر شديد، يقول له اللي نقدر نعمله نعمله. يعني مش عايز أقول لكم قد إيه كان بيعزينا وإحنا مجاهدين، المسؤولين كلهم ما قعدوش وشاركونا مرة واثنين وثلاثة. امبارح كانت مظاهرة حب ومشاركة في المطرانية، الشعب المصري كله ممثل. فدي بيهون، لأن عشان كده ربنا عارف طبيعتنا، يقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. حتى أثناء الحادث رغم بشاعته تلاحم الناس إنها تحوش عن بعضيها وتشيل عن بعضيها وتنقذ بعضيها، حاجات كانت بتعزي وتصبر. فوسط الضيقات والألام ربنا بيدي عزاء ومساندة. أولا المساندة سماوية، لكن إحنا برضو محتاجين نساند بعض. النهاردة برضو حرص إن يحضر معانا الأحبار الأجلاء نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أغاصن أسقف مغاغة والعدوى، ونيافة الحبر الجليل الأنبا سيودوسيوس الغني عن التعريف، وهو أب هذا الشعب، وكلكم عارفين طبعا خدم هذه الأبرشية كلها ويعرف كل واحد فيهم، عشان كده جاي يشارك الجميع. كتير من المسؤولين امبارح وأول جم وحاضرين معانا النهاردة، فإحنا طبعا التجربة أو الحادث يخصنا كلنا، إحنا جايين مش نقول يعني نعمل واجب، لا، بنساند بعض، نقول إيدنا في إيد بعض، نخفف عن بعض. وده الحقيقة جمال شعب مصر، وربنا أحيانا بيسمح بتجارب زي كده بتثير الشعور الإنساني الراقي عند المدة الكل بيقف صامت، كل واحد بنعرف النهاية شكلها إيه، هنصارع على ايه، ولا هنكره بعض ليه، ولا هنضايق في بعض ليه. النهايه كده هتشمل الكل. فده يمكن حكمه ربنا، ان ابقى الموت اخر عدو يبطل هو الموت، عشان يكون قدام البشر كده لو حد ينسى يفكره. تذكر مهما كانت مكانتك، صحتك، وضعك، ما فيش حد هيهرب من اللحظة ديت، لكن طوبة للي تجيله وهو مستعد. أنا أطلت عليكم في الحديث، لكن هترك كلمات النعمة نسمعها من أبي وأخي الحبيب نيافة الحبر الجليل أبونا كلنا في هذه الأبروشية، نيافة الحبر الجليل الأنبا سيودوسيوس. تفضل.